عزيزي المشاهد، أهلا بك في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج كنت سفيرا. اليوم في سياق تتبعنا لنشاط الدبلوماسية الكويتية، نتوقف عند أحد الذين عملوا في السلك الدبلوماسي، ولكنه قبل هذا وذاك عمل لسنوات طويلة في الجيش الكويتي وكان أبرز قادته. عزيزي المشاهد، أدعوك إلى بداية الحلقة. بدأت المسيرة التعليمية للفريق ركن السفير علي محمد المؤمن، بدأت في المدرسة الشرقية ثم انتقل إلى المدرسة الأحمدية مرورا بثانوية الشويخ في أوائل الخمسينيات. التحق بالجيش الكويتي وتدرج بالرتب العسكرية إلى أن ترأس قيادة الأركان حتى يناير من عام 2003 عندما بلغ السن القانوني للتقاعد. حصل على وسام مايو للاستحقاق العسكري في ديسمبر عام 1998. في عام 2006 تم تكريمه من قبل جمعية الصحفيين في الأمم المتحدة لدوره رئيس العمليات الإنسانية في العراق. وفي يوليو عام 2008 صدر مرسوم أمري بتعيينه أول سفير لدولة الكويت في العراق. ضيفي اليوم الفريق علي محمد حسن المؤمن، هو سيحدثنا اليوم عن كيفية عمله في السلك الدبلوماسي، ولكن بداية لابد أن نتوقف عند تاريخه الطويل في السلك العسكري. ومحمد حياك الله معنا ونحن سعداء بهذا اللقاء. مشكورة يا أختي على اللقاء، وأشكر تلفزيون الكويت وأشكر الأخوان على استضافتي، إن شاء الله يكون مقدورين أجيب على أسئلتكم. إحنا نشكرك لأنك أنت يعني وافقت أن تعطينا هذا الجزء من وقتك. ومحمد كالعادة بداية لابد أن نتوقف، متى كانت الولادة وأين؟ طبعا الولادة بالتحديد 12 عام جانب تقريبي، فيعني نسبيا أنا من مواليد 38 39، وكانت في ريج الصاغة اللي هو منطقة دروازة عبد الرزاق عموما. نعم. وهذه منطقة حق تواجد عوائلنا يعني في هالمنطقة. نعم. وكان يجمعنا بيت الجد عموما، وتلقين غرف غرف داخل، وإحنا طبعا معيشتنا كلها بالشارع طبعا. نعم. وربما احنا أنا دائما أقول الشارع يبرز القدرات القيادية لدى الشاب، لأن أنت تكون ألعابك وفي جانب التنافسي ويبرز الشاب. وحنا يعني برا إن شاء الله في رجل الصوابر على دراسة عبد الرزاق كان لها دور في نضوج تنشئة أجيال، يعني إمكانيات القيادية لما الله كتب لنا نحترف العسكرية. نعم. كان في استعداد وتقبل يعني لوضع المعيشة الصعب، زائد الإبداع في أمور ألعابك وتصرفاتك بالفريج. نعم. أبو محمد، بداية الدراسة وين كانت؟ والله أنا طبعا أول ما درست عند ملا سعود في دروازة عبد الرزاق الله يرحمه، وكان طبعا دراسة القرآن مش جزء من طبعا الرياضيات. نعم. بس أكثر شيء طبعا حفظ القرآن، القرآن الكريم. والحقيقة طبعا أن هذه مرحلة كنا في يعني صغار السن، ودائما ملا سعود الله يرحمه كان لنا قدوة وكان أبروحي لنا جميعا. ف يعني ربما كنت من المتقدمين في حفظ القرآن. وجميل أنك تزف بشوارع الكويت ولبسونك بشت، يعني تزفوك يعني. زفوني تمام، ذكرني يعني فيها أحد زملائي. ذكرني أحد زملائي، التقيت مع أحد الأشخاص حقيقة بلندن وذكرني فيها.
إن كنا مع بعض يعني زار. ندرس القرآن من السعود في دروس عبد الرزاق واحتفالات وما شابه يعني. بعد يعني ما تركت المطوع، إلى أي مدرسة ذهبت؟ أيوة. طبعا التحقت بالمدرسة الشرقية. شرقية. المدرسة الشرقية الحقيقة كانت هو 3 مدارس أعتقد، كنت أو 4 ماكسيموم، كان الشرقية والمباركية والقبلية والأحمدية. مدينة. نعم. وكان أول فتحت الشرقية البنات، إي نعم، في أي البداية. نعم، فكانت مدرستنا على البحر ومدرسة البنات خلفنا عند مقبرة هلال. هلال، أي نعم. فيعني بدأنا بالمدرسة الشرقية الكبيرة اللي على البحر، بعدها المباركية صار فيها تصليح، نقلوا الثانوية للشرقية، وحنا نقلونا إلى شرقية تسمى شرقية مول العيسى، هي أحد البيوت القديمة، وكان قديم. ناظرنا مول العيسى مطر. فكان يعني مثل ما تقول شرقيتين، شرقية كنا الروضة اللي تمثل الابتدائي حاليا، نعم. ومن ثم انتقلنا إلى الابتدائي في الشرقية بعد ما رجعت المباركية مرة أخرى. كمدرسة ثانوية. نعم. والحقيقة كثير من الإخوان لما تقول له أنا درست بشرقية مول العيسى تقول الله يا كبرك حسب الناقد. يحسب الله لحقت على شرقية مول العيسى، فينظرون لها يعني معناها إن جهل. الأقدم هي. نعم نعم. نعم بس الله يرحمه يعني، كان أولاده معنا نعم. فيصل والحمد الله لله كذا، يرحمهم بعد. الله يرحمه جميعا، فكان هو ناظرنا وكنا إخوان مع أبنائه. كم سنة مكثت في مدرسة مول العيسى مطر؟ هو طبعا قضينا 3 سنوات اللي كانت تسمى الروضة، و4 سنوات الابتدائي، وبعدين حصل فتحوا مدرسة الصباح، ومعظم أبناء الصوابر والمناطق هذه قريبة. انتقلوا الصباح. نعم. العجيبة كان عندي صديق يدرس بالمدرسة الأحمدية، قال لي حاجة ما تيجي بس معاه كانت المطبة بعد الصباح أعتقد. النجاح قصدك اللي قصدي النجاح. قرب المطبة، صح؟ مطبة، ما هي في اي منطقة المطبة. المطبة، اي اي صحيح، النجاح كذلك. فأحد الأصدقاء قال لي تعال معانا بالأحمدية، كان ربع يعني، فانتقلت الأحمدية. وغريبة يعني أنا أسكن بشرق وأنا أروح وكله الأحمدية، مشي، ما عندهم أي مشكلة نعم. يعني. إي والله. وأذكر ناظرنا صالح عبد الملك الله يرحمه، فاذكر لما كنا نتاخر شوي اقول استاذ والله بيتنا بعيد، شو شايبك لي؟ شايبك من شرق الاحمديه يعني، فهذه سبب اللوم انه لازم ما تاخر عن الدراسه. وقضيت ما يعادل المتوسط اللي هو الابتدائي، ودخلنا الثانويه عام 52، اول سنه افتحوا فيها الثانويه انتقلنا الثانويه. ثانوية شويخ. ثانوية شويخ. يعني هل أنت أيضا من اللي دخلوا القسم الداخلي في شويخ؟ أنا لا، بعدي الداخلي بعد سنتين من افتح المدرسة دخلت، صار موضوع الداخلي. يعني في البداية ثانوية شويخ ما كان فيها داخلي في أول السنوات سنتين الأولى. وكذا ما فيها داخلي، نعم. يعني فكان ننتقل بالباصات، كان الله يمكن يرحمه سالم أحد أبناء الكويت المشهورين سايق باص لنا، وطبعا نغني سالم طول عمره وكذا. فكنا نتجمع مثلا مكان معين في باصات ودينا للثانوية شوي هنا. نعم. كنا سنة مع بعض. كم خلصت من الثانوية أبو محمد؟ والله أنا شخصيا ما كملت الثانوية، لأن الجيش كان يرغب جذب بعض من عندهم العناصر. درجة علمية، نعم. ففتح نادي طيران في الكويت. في الكويت، فكثير من طلبة الثانوية بدأوا يطيرون، يقدروا يروحون معهد الطيران. وعلى الأساس الجيش قرر يأخذ من ثانية ثانوي، ثالث ثانوي أو رابع ثانوي. هل كان معهد الطيران في الكويت يدرس، يعطي دروس؟ اي نعم، بدرس طيران. اي نعم، كان يبون مدرب من اخواننا المصريين اثنين ثلاثة. واذكر كنا بالثانوية عام 54، وصار استعراض بالثانوية، الجيش سوى استعراض تركيز على طيران، معلم كان وجود أسلحة برية كذلك، فصار عرض بالثانوية كأن الجيش يحب يجذب
الطلبة إلى الجيش. وكان الأخ مرزوق الحجي الأول خريج، وكان احتفال بتخرجه إنه صار طيران على الثانوية، وعلى ما أذكر أحد المدربين سقط بالماء بالبحر وأنقذ بالأخير وكذا. وكان مدرعات خفيفة يعني حضرت وكنا تستعرض. وكان يومها أنا والأخ عبد الله خلف كنا نفكر نروح الجيش ولا لا بعد ما شفنا العرض. فأنا الحقيقة كان لي رغبة روح الطيران، بس صار معارضة من الوالدة. بعدها قال لي الأخ حمد، قال لي ترى البرية يودون إنجلترا إذا التحقت بالجيش يرسلونك. وكان السبب أني التحقت بالجيش إلى أن طلعت بثتي إلى بريطانيا. يعني لم تكمل الثانوية تقدمت إلى الجيش رأسا. عندما تقدمت للجيش ابتعثت أبو محمد في بعثة ولا؟ لا، أخذ جرعة تدريب بالبداية حتى لما يعني وجود يعني مقاعد للطلبة، عندنا مجموعة من الطلبة. نعم، في مجموعة طلعت، كان أقدم واحد فيهم الأخ عبد الله فراج الغانم، فهد الحقان، محمد منديل، وظني شخص آخر معاهم. هم أول مجموعة بعد الشيخ صالح والشيخ مبارك. أول مجموعة كان الشيخ مبارك الله يرحمه والشيخ صالح. كانوا بأوائل الخمسينات، وحنا هتين بأواخر الخمسينات، ومجموعة الأخ عبد الله فراج مجموعة اللي قبلنا. فأنا ظلت حوالي سنتين، استفدت طبعا أن أخذت دورات عسكرية بالكويت وعرفت الروتين العمل العسكري، فكانت فائدة لي الحقيقة. انتظاري كان لفائدة. وبعد مرور سنة وسنتين طلعت بثتي إلى إنجلترا. كيف شفت بالنسبة لك أنت طالب جاي من الكويت مبتعث إلى بلد مو عربي، بلد يعني كل شيء مختلف اختلاف كلي عما كنت عليه في الكويت؟ والله شوفي في منتهى الغرابة، يعني مثل ما تقول سمى الآن حديثا صدمة الحضارات، الصدمة الحضارية. يعني أنا انتقلت من بيت مبني من الطين، الكهرباء حديثة فيه، وحياتنا اليومية بالشارع. يعني فالحقيقة وأول مرة أركب طائرة بحياتي، فعطونا ورقة رحنا أمام الأمن العام وقتها في خطوط الجوية الشرق الأوسط عبر البلاد شنا ولا؟ أي أظن شيء من النوع. وانتقلنا ونزلنا ببيروت مدة يوم ويومين، خذنا الشرق الأوسط إلى فرانكفورت، بعدين خذنا البريتش بعد يومين إلى لندن، خذنا أربع أيام إلى وصلنا لندن. كنا ماشي الواحد على. بس الحقيقة المفاجأة كانت لي هي فرانكفورت أوروبا. يعني كان يعني مدن كثرة السكان، أنواع الأسواق، أنواع الحدائق، محطات القطارات، فكنا مبهورين. نعم، نمشي بس بطلين حلونا ونطالع. نعم. ولما رحنا لندن عاد هني التجربة الصعبة حقيقة. يعني مرة ثانية لندن طبعا جزء من أوروبا، وكل النظام الإعمار والحياة كذا متشابه. ولو الإنجليز لهم طعم خاص يعني. يعني عندهم بيجمن على الأقل. وعندهم باصات الدبل دكر دورين. الدورين. ويسوقون على اليسار. وحنا نلاقي مشكلة شو نعبر الشارع، نطالع يمين ولا يسار. وطبعا كلفت أحد السيدات أن تأخذني أنا وصديقي وتعرفنا على لندن ونروح المكتب الثقافي. كان سيدة اسمها مس جاكسون. نتوقف عزيزي المشاهد في استراحة قصيرة ثم عودة إلى سعادة السفير الفريق علي المؤمن، وعودة لاستكمال الحديث عن لندن وكيف هم يروها لأول مرة. استراحة. عزيزي المشاهد، عودة مرة أخرى إلى ضيفي سعادة السفير
الفريق علي المؤمن. أبو محمد، لندن ذكرت أنك نزلت ورحت المكتب التعليمي، أعتقد هذه ميسيس جاكسون كانت هي مسؤولة عن الطلبة في ذلك الوقت. صحيح. نعم. أي نعم طبعا، مكتبها لحد الآن نمر يعني جزء من تاريخ 110 جلوستر بليس. أي وطبعا هنا سوى أوراقنا دزونا على هون براذر بيكر ستريت. طبعا يعني بدلة وبدلتين، فبدأ يعطونا الملابس المقررة. طبعاً, لا مو عسكرية لحد الآن، إحنا مدنيين. العسكرية بعدها. فهني يعني ما في غرابة أنه يعطونك بدلة، بس بعض الملابس ما نعرفها عنا أصلا. يعني قال شنو هذا؟ قال هذا روب. شنو روب؟ لازم يفسر لنا شنو الروب. ما شفنا احنا من قبل. ما قد شفنا. طبعا فهمنا بعدين ان العوائل البريطانية عندهم تقاليد، ما تطلع بغرفة غرفة نومك بالبيجامة، بالبيجامة. لازم تلبس الروب، تلبس سليبرز خاصة، نوع خاص يعني من الأحذية شحاطة يعني من نوع معين. فهذا مثال على موضوع يعني لازم نعرف حتى اللباس شنو نوعيته. فطبعا يعطونك ملابس كاملة، ومن ثم طبعا ياتنا مس جاكسون وطلبت زميلنا الله شافيه اخوي عبد الله فراج، قال اخذ هذول تعال ساعدهم ودهم مدينتهم. اي كنتم خارج لندن. اي نعم. فطبعا اعطونا يعني هم تجربة يعني الواحد ما نوعية التاكسي شلون يفتح الباب باليسار الثانية وهذا، وبعدين تروح القطار أول مرة نركب قطار بحياتنا. يعني طبعا القطارات محطاتهم عجيبة. يعني مو محطة بس، محطة ومكان تسلية. يعني في وسائل يعني الانتظار وهذه. فالحقيقة انتقلنا لأخ عبد الله فراج جزاه الله خير، وصلنا لعوائلنا. احنا طبعا كنت ارسلنا الى جنوب غرب بريطانيا يعني في منطقه اسمها ديفن. وعرفونا على العوائل، عرفونا على المدرس. الان مرحله اللغه، فمطلوب من عندنا مرحله اللغه. فيعني استقرينا. طبعا انا بالاخص وقعت باخطاء وايد، ازعجت العائله ببعض تصرفاتي، لأن يعني كل شيء عندهم جانب الاقتصادي، شلون تستعمل الماء الحار، ما تصرف بالماء، يعني لازم تنظف غرفتك، لازم تنظف حمامك، لازم كذا، مو تهملة. وطبعا تطب المطب الأول ويهاوشونك، بس تتعلم من أخطائك. أيوة. وبعدين تتعلم شلون تتعامل مع الكلب العائلة، لازم تحترم الكلب. فهذه في الحقيقة الله يرحمه الأخ عبد اللطيف البحر كان أحد الأشخاص المربين لنا. كل ما وقعنا بخطأ ربة الحالة اتصلت بلندن مس جاكسون، مس جاكسون تتصل بعبد اللطيف، عبد اللطيف يينا هاوشنا شو مسوين انتم، شو مخربين كذا. فيعني خذانا شهر إلى شهرين يا الله استقامت الأمور، نتفهم حتى شو ناكل. ولو ان احنا لما كنا هني بالكويت اتذكر كان عندنا البعثة الفلسطينية كان يعلمونا شلون ناكل بالطريقة الحديثة بعد. نعم. حتى الاكل يعلمونك شلون تاكل، شلون تهضم الاكل. يعني عندنا شيء نفهم، بس طبعا بالشكل اللي شفتوه فيه. لازم نستعمل ايدنا يعني. كم استغرقت دراستك في لندن ابو محمد وعدت الى الكويت؟ والله شوفي طبعا مزيج ما بين اللغة والتدريب، طلبة الضباط والتدريب التأسيسي والتدريب التخصصي، خذاني حوالي سنتين ونص، سنتين إلى ثلاث سنوات. بس أنا طبعا كان مراحل دراستي شوي تختلف عن مراحل الآخرين لأسباب. الحقيقة الأسباب جيش الكويت في كان في مرحلة تطوير وتسليح، فكان وجودي بإنجلترا كان قرار القيادة بالكويت إني دائما أروح أتقدم لبعض الدورات
تتناسب مع إعادة تسليح الجيش الكويتي. فأنا الحقيقة باللغة كان مقرر 6 أشهر لنا، يعني مو مديح لنفسي بس هذه حقيقة. أنا كملت بأربع شهور، المنهج كملته بأربع شهور، لأن خذيت بالاعتبار أن طول وقتي أقضي بدراستي وأعيش مع العائلة، وهذه تساعد على اللغة. وبعدين يعني ربما عندي بعد خلفية زيادة واهتمام، فأنا طلب مني الالتحاق بعد 4 شهور. أنا قلت أعتذر لأن أحب أكمل 6 شهور. أي بعدها التحقت في مدرسة الضباط يسمونها موز في أولدرشات، هذه طبعا دورة طلبة ضباط، وأنهيتها الحمد لله في نجاح. وبعد تخرجي كان في دورات يسمونها دورات صغار الضباط Young Officers Course، فأنا تخرجي ضابط مشاة، فلازم أخذ 3 دورات يسمونها تأسيسية، اللي دورة التعبئة تكتيك، تأخذ دورة الأسلحة أسلحة المشاة، والاتصالات حق أهلك تقود. الآن مؤهل بصفة عامة كطالب ضابط ملازم، الآن يخصصونك بالمشاة، الآخرين يخصصون بالدروع إلى آخره، كل اختصاص ومدفعية. فهذه هم خذت حوالي 6 شهور التخصص. وأنا الحقيقة بهذه الحالة اكتملت تأهيلي العسكري، وكان مقرر رجع للكويت. استغربت أن طلب مني التحاق في معسكر يسمونه كاتريك بشمال إنجلترا. ليش؟ قالوا في مجموعة من عسكر كويتيين ضباط وضباط صف عينون، احنا حول 4 أو 5 خريجين إنجلترا للالتحاق للمساعدة بالتدريب والترجمة. ليش؟ لأن الكويت شرت دبابات السنتشوريان في ذاك الوقت، فهذول المجموعة مرسلين لازم تدربهم لتأهيلهم، وحنا اخترنا أن نكون عمل الترجمة والإدارة والأشياء هذه. فهم هذه طبعا كانت ميزة لي أنا شخصيا، لأن دائما يسرع الانفراد بإنجلترا، يعني تحس شوية بالغربة، ولم تتأقلم وتعرف اللغة. فلما تيجي مجتمع كويتي مرة أخرى ما بين ضباط وضباط صف، كانت الحقيقة كسرة بالروتين والعيش في وسط كويتي. ولو أن طبعا الضباط يعيش مع ضباط الإنجليز، ضباط صف مع ضباط صف الإنجليز، بس يبقى لقاءاتنا ما بعد الرسمي العام الرسمي يصير كذا. فكانت فترة لطيفة. أبو محمد، طبعا مشوارك في العسكرية بعد ما رجعت، أنا لحد ما رجعت يعني قبل لا ترجع، لأن أنا بقفز، لأن أنا بتكلم عن عملك بعد ذلك، لأنه هو اللي يهمني الجانب الآخر. قضية أنك أنت قطعت شوط كبير في الجيش، نعم، وتطورت حتى وصلت إلى يعني فريق، فهذه يعني مشوار غني بالخبرات بخلاصة، شو استفدت من العسكرية؟ بس خل أكد على نقطة، أن بعد ما انهيت دورة الدبابات يأمر أني ألتحق بمعسكر آخر بارنا كاسل للتدرب على مدرعات استطلاع صلاح الدين. الكويت شرت مدرعات صلاح الدين، فوجدوا أني أنتقل وأخذ كورس على صلاح الدين. فأقول لك، وانتهيت إلى ضابط دروع بدل ما كنت مؤسس ضابط مشاة. أي نعم. طبعا الآن سؤالك، ربما جيلنا، وأعتقد هذا جيلنا وجيل غيرنا، العسكرية مي وظيفة، لأن العسكرية بالإضافة أنك تأخذ علم بالعسكرية، عندك جانب، ما ودي استعمل كلمة قتال، خليني أقول دفاع عن وطنك، دفاع أو القيام بمهامك العسكرية. وهذه
بالإضافة للعلم تحتاج من قدرات قيادية وتحملك مسؤولية العناية بالجندي وضابط الصف، كيف تدربه، كيف تقاتل فيه، شو تكسب ثقته كقائد. وبعد زد أنا دائما أركز عليها، وإخواني العسكر ممكن مو لازم نقيب إلى يومها، لازم تعطي اهتمام خاص لعائلة العسكري، لأن أنت قاعد تأخذ هالإنسان وتأخذه إلى الحرب، لازم تهتم بسلامته، تؤمنها، حتى تكون خططك تأخذ بالاعتبار الأذى للعدو وقلة التأثير على يعني أبناء وطنك. وهذه تحتاج من عندنا الاهتمام بزوجاتهم وأبنائهم، على أساس لما هو يروح الميدان في مخلوق من المؤسسة هذه يعتني بعائلته، فهو قلبه مرتاح أن عائلته مؤمنة حياتهم المطلوبة. ومحمد طبعا تاريخ طويل حقيقة بالنسبة لعمل محمد في العسكرية، ولكن أيضا يعني لابد أن يأتي يوم يترجل هذا الفارس عن صهوة الجواد كما يقول، وترجلت عن العمل العسكري. نتوقف عزيزي المشاهد في استراحة قصيرة، ثم نعود بعد ذلك لنتحدث ما بعد التقاعد، أين اتجه المسار بالفريق السفير علي المؤمن. عزيزي المشاهد، عودة مرة أخرى إلى ضيفي سعادة السفير الفريق علي المؤمن. ومحمد يعني بعدما تقاعدت، هذه سنة كم كان؟ 2002، نهاية 2002. كيف يعني ذهبت إلى الدبلوماسية الكويتية؟ والله ودي أنا يعني الآن إذا سمحتي لي في شغلتين أنا أذكرهم خارج نطاق الحديث. أنا أعتقد أني كنت رئيس أركان محظوظ جدا. أولا في فترات حياتي العسكرية كنت طبعا تحت قيادة عسكرية بحتة، ماكو جانب سياسي لحد الآن، إنما وجدت رعاية من الشيخ مبارك الله يرحمه والشيخ صالح، حسيت إن في تقدير لقدراتي ومشاركاتي. الثاني لما صرت رئيس أركان كنت محظوظ جدا جدا، الله منحني قائد أعلى سمو جابر الأحمد، وطبعا الشيخ سعد كان محتضن كان وزير دفاع ثم رئيس وزراء وزميل لنا بالعسكري الله يرحمه الشيخ علي. فكان الكومبينيشن ما بين أنا أي رئيس أركان الشيخ علي وزير وقائد جابر الأحمد، أعتقد صار تركيبة تريح رئيس الأركان الجديد. لا يعني هذا إذا كان بعد رئيس الأركان ذو قدرات ورجل يعني مخلص وأمين ويؤدي عمله على أكمل وجه، يعني هذه مسألة مفهومة. هذه شيء أعتقد آخر، لا فضل لا لي ولا لغيري على أمتي وبلدي، بس أنا محظوظ لأن وجدت رعاية وتقدير للقرار العسكري وتأثيره على الدفاع عن البلاد. فالله يرحمه الشيخ جابر الأحمد منحني صلاحيات كنت أتفرجاه ما يعطيني إياها، لأن عارف أنه ربما بعض خارج حدودي، يبقى قائدي الأعلى صاحب قرار السياسي الكبير العسكري، وهو الوحيد بعد رئيس الأركان كل شيء سياسي أوكي، بس هو القائد يعتبر قائد سياسي وعسكري. فيعني أنا دائما أعتبر نفسي محظوظ جدا أن أتيت تحت هذا القائد الله يرحمه. طبعا أنا الحقيقة تقاعدت وقلت خلص راحة،
42 سنة خدمة استكين. عسكرية. إيه نعم، الله يرحمه الشيخ يابر على فكرة مدد لي سنوات أكثر ما كنت أتوقع بقائي بكنيسة أركان. المهم أنا كنت بإجازة وبالمملكة المتحدة، يعني تلفون من وكيل وزارة خارجية الأخ الجار الله، قال لي ظاهر بناء على رغبة الشيخ صباح كان وكيل وزارة خارجية، وكان في حس انه راح يصير شيء بالعراق، وانا طبعا تارك العسكري حديثا ولي لقاءات كثيره مع القيادات الاجنبيه واعرف شنو مهوات. نعم. اي فقال لي الان انت مطلوب لاستلام مركز العمليات الانسانيه لمساعده الشعب العراقي. شوفي فلسفه صاحب السمو. تمهيد الإنساني الهادئ الدبلوماسي. وكان يعني حالتين وثلاث لما كنت أزوره وأنا مسؤول عمل الإنسانية بعد ما استلمت، قال لي بناء الجسور مع العراق، ثانيا اسرع بالمساعدات الإنسانية. فاستلمت مركز العمليات الإنسانية لمدة 7 سنوات، كان مساعدات الحكومة الكويتية، مساعدات المنظمات الكويتية، منظمات العالمية، المنظمات اللاحكومية، المنظمات الحكومية، وكان تحت إمرتي فريق أمريكي بريطاني من معظم الدول التحالف، زائد معظم المنظمات الإنسانية الكويتية والصحية كان لها مقر في مركز عمليات الإنسانية. لا هذا في بغداد كان المقر. لا المقر بالكويت بالخالدية. نعم. إنما عملنا نوفر المعلومات عن احتياجات الشعب العراقي بعد مرور القوات، والحفاظ على مكانة المواطن العراقي على معنوياته، وما في شك نحتاجه أن نكسبه ويعرف من هم الكويتيون. ووجدنا أن العمل على القاعدة كراس روت ان المساعدات تاتي الى المواطن العراقي وين ما كان، وانا عارف لحد الان مستمر على المشروع اللي انا تابع. فهذه اخذت مني 7 سنوات في مركز العمليات الانسانيه، وفيها رزق تعاون مع الحلفاء، تعاون مع الحكومه البريطانيه العراقيه. بس كانت ميزه ان خلال 7 سنوات معظم القيادات العراقيه والعراقيين كان منفذهم من خلال مركز العمليات الإنسانية، وإحنا فتحنا العبد اللي من ميزانية مركز العمليات الإنسانية على أساس فقط مساعدة الشعب العراقي أو المهجرين العراقيين. يعني هذا كان الواجهة الدبلوماسية للسفارة. والله محتمل. شوفي هو أنا ربما واحد يتعرض على موضوع الجانب مثل ما ذكرنا البارح موضوع جانب عسكري وسياسي وهذا، بس هذا طبعا سياسة دولة الكويت، وطلب مني تجربتي ومعظم العاملين عسكريين زائد أمم المتحدة منظماتها زائد المنظمة الكويتية، فكان جانب إداري وإحنا الإدارة العسكرية جزء من تدريبنا. إنما هذه خل أقول كسبت فيها معرفة وصداقات من القيادات العراقية. معظم القيادات العراقية مروا على مركز العمل الثانية. وقعدنا مع بعض وتحدثنا مع بعض، وحتى يعني رئيس الوزراء العراقي كان لما يزور الكويت أول ما يزور مركز العمل الثانية وقتها لما تشكلت حكومة عراقية. فطبعا لنا مصلحة أن نهتم بالحفاظ على معنويات الشعب العراقي، ما نقبل أن يذل، زائد نوري الوجه الكويتي الناصع. والحقيقة يعني أنا لاحظتها بعد ما صرت سفير بالعراق. فهذا جانب. بعدين أنا طبعا لما جت فترة يسمونها تكون حكومة عراقية، وبعد ما خلينا نقول العراق تحرر معظم المنظمات انتقلت داخل العراق، فما في حاجة لمركز عمليات إنسانية الكويتي إلا للمشاريع الكويتية. فهذه صار عملية نهاية. فأنا جيت لي عادة مر على الشيخ محمد وزير خارجية ذاك الوقت الله يطول عمره،
وأعطيه بريفينج إجاز عن شنو سوينا إيش ما سوينا كذا. وجد ذاك اليوم ولا أن باله مو معاي، كان يفكر شيء آخر وأنا قاعد أشرح. فقال لي أبو محمد أنا قاعد أفكر أقترح على صاحب السمو إن عيرك في السفير بالعراق، والله بقول كلام يمكن يوافق عليه شيخ محمد ولا ما يوافق، بس هذه حقيقة. أي قلت له يعني أنا قلت له يعني كنا نتحدث والله صدقني باللغة الإنجليزية أنا وياه، بس أقول قلت له والله يا طويل العمر إذا أنت تبحث عن شغل لي أنا ما أبحث عن شغل، بس إذا وطني يحتاج خدماتي أنا الخادم المطيع. وقلت له I'm an obedient servant for Kuwait. هز رأسه وسكتنا يعني. بس تدري أنا طبعا كل صراحة كانت علاقتي مع الشيخ علي الله يرحمه لها وايد تأثير بنفسي، من اختياره سركان ولقاءاتنا واختصاصاتنا، وكان يراعي قرارات رئيس سركان ولا يخل فيها. والآن أخو محمد هم سبحان الله الله كتب لنا نعم. وقائدي الأعلى يوم ما شيخ صباح بعد العائلة الطيبة. فالمهم صار سكتة فترة، أنا اعتبرت ماكو شيء إلى أن صدر القرار. فطبعا أخذت الإجراءات من لم تفاجأ في القرار لأنك أنت ممهد لهذا القرار. أيضا عندما ذهبت إلى العراق أنت أخذت فكرة مسبقة من خلال مكتب العمليات الإنسانية، لكن كسفير معني بالدبلوماسية، معني بالعلاقات، معني ليس بناء العمل الإنساني فقط، فكيف شفت التعامل على أرض الواقع؟ شوفي أكو شغلة ربما خل أرجع على العسكرية، لأن العسكرية عتلة بيد السياسة، سياسة الدولة ونقص السياسة الخارجية. والحين لو تمسكين أي ضابط برتبة مقدم راح تلقين عنده ثروة من المعرفة بالعلاقات العامة، لأن جزء من تأهيلك لأنك عسكري راح تتعامل بالخارج تعطى جرعة من المعرفة بالعلاقات الدولية، بالأخص من كلية الأركان في ترم كامل جزء من الدورة لعلاقة كل دراسة العالم أوروبا آسيا أمريكا، ونعطى كطلبة بلد ندرسها وندرس الطلبة الآخرين. فدائما في، وبعدين كونك يعني الحرب هي شيء خارجي، فهذه كل عسكري راح تشوف عنده درجة من المعرفة العلاقة الدولية. الجيش الكويتي بالصدفة ربما أنا أحد الأشخاص كان دور للعسكر في جانب السياسة الآن سلمي، كان بالأردن لما كان مشكلة الفلسطينيين، باليمن كان عسكر موجودين حلوا مشاكل ربما كانت مشاكل سياسية. أنا ترأست المراقبين العرب في لبنان، كان موضوع سياسي، كنت أنا أتعامل مع كله، أنا عسكر الوحيد، الأخضر الإبراهيمي من عام موسى العربية، أحمد الجاسم سفير الكويت، وأنا ثالثهم. وطبعا نداور الحديث على حل مشاكل هي سياسية، يدور العسكري فقط. فأعتقد أن العسكرية تعطيك جرعة من معرفة العلاقات الدولية. يعني أنا أحد المحاضر اللي كلفت فيها اللي هو عن اليابان، يعني صوري أنا من الشرق الأوسط أسوي بحث عن اليابان، مثلا من سيملأ الفراغ بالخليج بعد ما تترك بريطانيا. هذه مثلا هذا طبعا يخص قريب من عندنا. نعم. ما ودي أقول شنو الاستنتاج بطروحتي. الله يرحم الشيخ يابر تبناها وما يدري عن سوي قائل الكلام يعني. يعني لازم احنا يعني نكون من أنفسنا شيء يعني كتلة. يعني خل أقول تأهيل عسكري ما يمنع أن يكون عندك قدر درجة من المعرفة الدولية. طبعا أنا مع الأسف من كنت ملازم إلى أن صرت فريق
وفرض علينا احنا والعراقيين ان نكون اعداء. فهذه يعني تطلب مني كقائد عسكري اكون دائما على اطلاع ما يدور بالعراق حقيقة، والعراقيين يسوون نفس الشيء علينا، يعني هذا شيء طبيعي. فكان العراق موضوع مهم لنا كلنا، يعني نتابع كان سياسيا عسكريا كذا، لان القرار السياسي راح في فتره ما راح يكون قرار عسكري، وهذا اكدناه بكثير من دراساتنا كيف تحول القرار العسكري الى سياسي. اذا في مشن احنا لما تجي مجلس الدفاع الاعلى معظم السياسيين الا احنا العسكريين فيه، لذلك هني المزج يعطي العسكري درجه من القدرات في التعامل الخارجي. طبعا انا هو ما درست شو اسوي بالعراق، انما عندي ادراك يكفي ان الحروب لازم تنتهي ولا لازم نصل لحل سلمية. فكيف نصل لها؟ احنا حتى بعض الحالات كنا مع الامم المتحده نتعامل في عمل السلم، عمل السلم دراسه ندرسها ولنا مشاركات مع الامم المتحده، فهذه ربما أعطتني خلفية أقدر أواجه أي معضلة ممكن. طبعا معضلتنا مع العراق معروفة. أنا أخذت الجانب العسكري فيما يتعلق بتقدير الموقف، تدرس الحالة وتشوف شنو الحلول الممكنة، حل واحد حل اثنين حل ثلاثة، ربما حولتها إلى مشكلة سياسية بدل ما تكون مشكلة عسكرية، أحللها وأطلع بنتائج وأطلع من النتائج بخطة. نفس الشيء خدت الفكر هذا أي على مشكلة مدنية سياسية مثلا، أراجع نفسي فيها طبعا دائما على اتصال مع وزارة الخارجية، وفي طبعا ناس أصحاب خبرة كذلك في الموضوع. فأعتقد صار في درجة من الإدراك أن أستطيع أتعامل مع وضعنا وضعي كسفير، جانب الإداري هذا سهل كيف تديرها. بس هني في عامل مهم جدا اللي هو جانب الأمني، كان باعتباري جدا أن أنا رايح في مكان غير آمن أو على الأقل ما أعرف طريقي. فأنا كنت أقول حق صديق أنا راح أستعمل عندنا بالعسكرية من مراحل الحرب التقدم، لما انت تروح محل ما تدري شنو تسوي تشكيل تقدم، تتحسس طريقك، تستطلع، تاخذ معلومات، تحول المعلومات الى خلينا نقول الى عمل. فكنت افكر كذي اني انا رايح شيء غامض لازم اتحسس طريقي، بس ما اقدر اهمل الجانب الامني. نتوقف أبو محمد عند الجانب الأمني. حقيقة عزيزي المشاهد الحديث شيق وممتع وطيب ومليء بالأفكار والوقائع، فنحن لا نملك إلا أن نستكمل معك الحديث في حلقة قادمة.